اهلا بيكم مره تانية. حابب النهارده ان انا اتكلم عن الدور المؤثر للاعيبه النادي الاهلي في المنتخبات الوطنيه على مدار التاريخ. ما هو النادي الاهلي مش رقم واحد من فراغ زي ما هو الاول في البطولات والانجازات والارقام والالقاب. كمان النادي الاهلي كان ولا يزال وهيفضل باذن الله هو الداعم الاول في المنتخبات الوطنيه بالنجوم الكبار على مدار التاريخ. على مدار تاريخ النادي الاهلي ومدار تاريخ المنتخبات الوطنيه دايما بتلاقي النادي الاهلي هو رقم واحد. منتخبنا الوطني امامه مرحله جديده، ولاعيبه النادي الاهلي متواجدين بقوه لتمثيل بلدهم الغاليه، وهو شرف كبير جدا. امبارح جبنا لحضراتكم قد ايه لما بيتم اختيار اللاعب لمنتخب بلده بيبقى مبسوط وفرحان. فشرف كبير جدا انك تلبس تيشيرت منتخب بلدك، وشرف لاي حد. منتخب ضم من الاهلي شناوي، حمدي فتحي، محمد شريف، محمد مجدي قفشه، اكرم توفيق، احمد عبد القادر، وطاهر محمد طاهر، ومحمود متولي اللي اتصاب، وياسر ابراهيم ايضا عنده حاله من الاجهاد وبالتالي لن يكون متواجدا. يعني القوام الاساسي للمنتخب من النادي الاهلي. النادي الاهلي دائما ما يحافظ على اسمه واسم بلده من خلال ان النادي الاهلي بيدي كل شيء لمنتخبات او امداد المنتخبات الوطنيه بكل شيء.